ما يجري في أفغانستان هو ليس بالأمر العفو، إنما ربما هو مخطط له وأمر مدروس من قبل الأمريكان ومن قبل طالبان أو من قبل جهات أخرى معينة. ما رسم لهذه المنطقة منذ 20 عام ربما أعيد النظر فيه في أفغانستان أو في المناطق الأخرى، وبالتأكيد ربما سوف يكون لهذا التداعيات وتأثيرها على إيران تأثيرها أيضا على المنطقة العراقية، لوجود توسع ونفوذ إيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. ربما يكون النزاع الحاصل أو عدم القبول للبعض من قبل طالبان وإيران تأثير أيضا على الساحة العراقية، لوجود الميليشيات أو الجهات اللي تدعم إيران. وربما أيضا هذا المشهد لا سمح الله قد يتكرر في العراق أيضا، إذا كان هناك أيضا شيء معد مسبقا لا سمح الله على تأثير الساحة العراقية بين العراق وبين إيران. على القوى السياسية وعلى الحكومة دراسة الوضع جيدا والنظر إلى أبعد من هذه الأمور لمواجهة المستقبل الخفي في هذه المرحلة. قد يتصور البعض أنه المسألة مرتبطة بحدود معينة، لا، المسألة مرتبطة بأبعد من هذه الحدود، وقد تشمل المنطقة جميعا، ربما تشمل سوريا ولبنان واليمن والعراق أيضا، والعراق الواجهة. وأيضا أقفد مسألة جدا مهمة الكل يعرفها، أنه الطالبان هي مدعومة من مجامع كثيرة. في يوم وليلة يسحق بهذا، يعني وين تدريب أمريكا؟ وين الجيش الأفغاني؟ وين الحرب المعلنة ضد كابل من عشر سنوات أو أكثر؟ زين، تلاحظ أنه انسحاب في يوم، ثاني يوم أنه صار اجتياح لأفغانستان. فأعتقد أنه راح يكون له تأثير على المنطقة عموما، يعني الدول المجاورة، إيران غيرها كذا، وأيضا على العراق راح يكون أنه راح يبادر داعش، أنه أصبح الآن لديه قوة، بعد ذلك أصبح لديه قوة أنه يدخل الأراضي العراقية من جديد. Да, это так, да, это так.